هو بيني وبينك هو يعني معذور شويه يعني في الدكه برضو انت ما عندكش حلول كتيره. صحيح انا موافق فاروق في موضوع التغييرات، يمكن انا شفت ان كوكي هو أسوأ من ساول. كوكي لعب مباراه سيئه جدا رغم ان انت دايما بتعول على كوكي وجابي جدا في قياده خط الوسط، لكن كوكي في الشوط الاول بالذات تمريرات سيئه جدا. حتى لو الناس شافت لقطه الاخذ فيها انذار، كوره سهله جدا لو لعبها من فوق المدافع، مش فاكر كان اظن كان فاران، كان هيودي جريزمان انفراد، لعبها سيئه جدا فالكوره اتردت، اضطر ان هو يوقع لوكا مودريتش. ودي مشكله بقى، انت لما يكون عندك لعيبتك الكبيره بتخونك في مباراه زي دي وانت ما عندكش في الدكه، صحيح. دي بتبقى مشكله كبيره. دي المشكله. في نقطه انا ممكن افسر اللي فاروق قاله في موضوع كوكي وكاراسكو، ليه التبديل؟ هو في البدايه بدا بكوكي ناحيه مارسيلو على اعتبار ان هو يدافع قدام مارسيلو ويحاول يمنعه، وهو فعلا كان ناجح في كده، بس لما دخل في هدف حاول ان هو يغير النقطه دي، ودى كاراسكو ناحيه مارسيلو عشان يلعب على عليه في الخلف. والمشكله انه كاراسكو برده فشل مع يعني ما استغلش المساحات، كان في حاله يعني سيئه جدا. معظم نجومه مش في حالته. معظم طبعا معظم النجوم مش في حالتهم، كوكي كاراسكو وجابي طبعا برده ما كانش في الملعب ده. يعمل ان متخرج ساول، هو دايما بيعتمد ان ساول كوكي وجابي بيبقى في ترحيل بحيث ان هو كاراسكو بيطلع بيلعب بيبقى الخطه 4-3-3. فبالظبط بعد ما خرج ساول الخطه ما بقتش، ما بقاش فيه اللعيب اللي هو بيرحل ويلعب ثلاثه في نص الملعب قدام قلوب الدفاع، فبتبقى 4-3-3. لكن انا موافقه في حاجه اخيره في موضوع توريس، لان توريس يعني راس حربه صريح رايح على المرمى على طول، وفي المباريات الكبيره مركز، جاميرو ضيع فرصه. اخر نقطه اخيره ان هو بقى مفتقد صار على رقم 10 عشان كده بيميل انه يرجع جريزمان هو اللي يعمل النقطه دي، وبالتالي جريزمان بقى بعيد عن المرمى لان هو كان بيحاول يعوض النقطه دي فحصلت المشكله. جريزمان هيروح المان يونايتد فعلا؟ والله في كلام كبير قوي انه احتمال كبير يروح مانشستر يونايتد. انا اتصور ان الموضوع ده يعني وارد وبقوه، خصوصا بعد الموسم المحبط ده لاتلتيكو مدريد.